ايه رأيكم بقى في الشمعة الحلوة دي؟ بصوا، التكنيك جديد وحلو جدا جدا جدا، بجد خطير، هيعجبكم قوي. تكنيك مختلف وان شاء الله هيعجبكم. لو عجبتكم الشمعة دي بقى لازم تكملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل والحاجات الحصري اللي موجودة عندنا في القناة. وبس يلا بينا. هنحتاج ايه بقى علشان نعمل الشمعة القمر الأمورة دي؟ فرشة تلوين عادية، والالوان اللي هتستخدموها اذا كان بقى سايلة باودر اللي انتوا عايزينه. انا عن نفسي هستخدم الوان شمع، ودي كوباية سيليكون يا جماعة بتاعة ريزن، يعني كوباية انا بصب فيها الريزن واخلطه واوزنه، فتقدروا تجيبوا قالب زيها سيليكون، تجيبوا كوباية سيليكون زي دي اللي هي بيبقى عليها المعايير اللي عندكم خلاص. وطبعا هيبقى معانا الميزان، هيبقى معانا سوري الترمومتر، هيبقى معانا العصاية الخشب، وهيبقى معانا كمان فتيل خلاص. هيبقى معانا الشمع اللي انا ناويه استخدمه، هو شمع الاموك. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان شمع الاموك انا مش بستخدمه قوي، فهو اللي انا عايزه اعمل بيه كل التجارب والاختراعات اللي احنا هنعملها مع بعض الفتره الجايه خلاص. فانا قررت ان انا استخدمه، وطبعا هزود عليه مايكرو كريستالين علشان اظبط الخواص بتاعته ويطلع خامته حلوه. اللي عايز يعرف تفاصيل او النسب ارجعوا بقى للكورس بتاع الشمع اللي انا عاملاه معاكم قبل كده، هتعرفوا النسب وكل حاجه تمام كده. طيب انا جبت الكوبايه الزغنططه دي وهبدا اخلط فيها الالوان اللي انا عاوزاها. طبعا عشان تستخدموا الوان الشمع في تلوين الشمع حاولوا تقطعوها زغنطط جدا بالقطر، علشان ده هيخليها تدوب معاكم اسرع. وطبعا كمان معروف ان انتوا تقدروا تدمجوا بين لونين فيدرج معاكم، يعني مثلا عايزين نغمق الفوشيا نحط عليه سنه موف، عايزين فاهمين درجات كمان بتدخل مع بعض وبتدي تدريجه حلوه قوي. ومهم جدا نختار الوان شمع حلوه علشان تدوب وما تسيبش معانا رواسب. دوبت الشمع بتاعي وهبدا اشتغل. انا هنحط ايه؟ حبه شمع يا جماعه صغنطتين. البدايه دي عاوزين شمع بسيط صغير. عايزه اقول لكم برده ان احنا هنبدا نستخدم الشمع وهو سائل قوي، وحتى لو تقل انا استخدمته اوكي، وبعيد التسخين عن طريق الهوت ايرجن. الصراحه بيساعدني لو ان الشمع مسك مني سنده، فبروح جايبه الهوت ايرجن عليه بيفك واقدر اكمل بيه. هنا انا كنت بدمج الدرجات، وقررت زي ما انتم شايفين ان انا هستخدم درجه الفوشيا والتركواز والموف، وشمعه مجنونه جدا جدا. وجدت يا جماعه بصوا فكرتها حلوه قوي. هي طبعا مش فكرتي، انا شفتها وحبيت ان انا اجربها. وطبعا زي ما انتم متعودين ان كل التجارب الجديده لازم اعملها. قبل ما نبدا نحط الشمع بتاعنا نسخن القالب بتاعنا كويس قوي عشان الشمع برضو يبقى الدنيا تمام. وهنبدا ناخد بالفرشه بتاعتنا ونبدا نوزع الالوان عشوائي زي ما انتم عاوزين بقى. الالوان الدرجات تدخل ازاي، التوزيع عامله ايه، الموضوع ده يرجع لكم، وهو ده اللي هيدينا شكل الشمعه الخارجي. فانتوا تخيلوا بقى الالوان وابداوا رصوها زي ما انتم عاوزين. هعرفكم كمان لما نيجي بقى ننضف الفرشة من الشمع اللي احنا عملناه دوت هنعملها ازاي دلوقتي مع بعض. بصوا انا كنت بالهوت ارجان جربت كده ولقيتها مشيت الحمد لله. بتسلطوا الهوت ارجان على الفرشة هتلاقوا الشمع دوت ساح ونزل، وتقدروا تستخدموها بقى في اللون اللي بعديها. تفضلوا تدمجوا الالوان، ولعلمكم ان الفكره حلوه جدا، التكنيك كمان عجبني جدا ومطرقعه قوي. وفكره ان الشمعه طالعه من الجنب كده والشمعه الثانيه غارزه لجوه، الصراحه مديه شكل حلو قوي خلاص. بصوا انا بدات حتى لما لقيت الشمع تقل مني شويه، عادي انا استخدمته وما عملش اي فرق. ممكن يكون الشكل الخارجي من بره هيبقى مختلف شويه، بس الموضوع يرجع لكم. عايزين تسيحوه خالص سيحوه، انا كنت شويه سيح شويه استخدم كده، ودي كانت اول مره اجرب التكنيك. واي تكنيك يا جماعه انا بنزل لكم بيه بيبقى بجد اول تجربه ليا هي اللي بتحصل معاكم، وعن طريقها بقول لكم النصايح والتجارب وكده. فهنا التقيل دوت ادى شكل بس مختلف شويه بره، يمكن لو كان كله خفيف كان مثلا هيدي التكتشر بره كله ناعم اكتر، او هو ناعم بس انا قصدي ان في اجزاء تداخل الالوان مع بعض كان ايه حد شوية اوكي. بس طبعا ده سهل جدا، احنا في الاخر ممكن علشان ندخل الالوان دي كلها بعض لو انا كنت عايزة، بس انا الصراحة مش عايزة. لو انا كنت عايزة ادخل الالوان دي كلها مع بعض، لو انا كنت سلطت الهوت ارجان عليهم كده كان الالوان دي اندمجت مع بعض
خلاص شايفين انا كل اللي هعمله ان انا هفضل احط الالوان دي طبقات طبقات على بعض. نحاول ان احنا ما نخليش فيه فتحات. وبرده حاجه مهمه جدا في التكنيك ده ان حاولوا، انا بص كنت هنا بسيح حبه وابدا ايه ادلقهم كده علشان انا مش عايزه ارمي الشمع الملون اللي انا عملته، في نفس الوقت انا عايزه اتخن الطبقه دي، يعني ده القالب اللي احنا هنصب فيه الشمعه، فكل ما كان تخين كل ما كان طبعا افضل، وكل ما كانت الكوبايه بتاعتكم اكبر كل ما هتديكم كمان نتيجه افضل. خلاص او حسب مقاس الشمعه اللي انتوا طبعا عاوزين تعملوها. هنا بقى انا سيحت شمع تاني، هو برضو شمع مايكرو كريستالين واموك، وهبدأ اوزعه على الشمعة بتاعتي. بصوا احنا بنبدأ نلف ونلف، عاوزين نعمل طبقات طبقات طبقات. هو طبعا كان بيقع تحت، انتوا حاولوا تحطوا كوباية او تحطوا حاجة يقع فيها الشمعة. وهنا لما الصراحة الشمع هدي سخنته شوية بدأت ان انا اوزع، انا طبعا لابسة جلافز زي ما انتم شايفين، بدأت ان انا ايه اشد الشمع اللي فوق شوية علشان يغطي معايا السطح كله. احنا عايزين في الاخر ان احنا نبقى مغطيين سطح الشمعة كلها وعاملين سمك محترم علشان لما نيجي بقى نستخدم الشمعة دي او نطلعها ما تتكسرش مننا. ودي خطوة مهمة جدا 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 خدوا بالكم منها. طبعا الناس الحلوين يا جماعه اللي بيكتبوا لي الرغي ورغي كتير، طب ما هو الفيديو شغال، هل انا اسكت خالص ويبقى الفيديو صامت؟ دي حاجه رخمه الصراحه، انا عن نفسي ما بحبش اتفرج على فيديوهات صامته نهائي خالص، يعني وده ما بيشدش انتباهي. اوكي في نفس الوقت ما اقدرش احط لكم اغاني والموسيقى كمان مزعجه لبعض الناس، فاللي متضايق من صوتي او من رغي وطوا الصوت او اقفلوا الصوت خالص هترتاحوا جدا. اوكي نرجع بقى تاني. هنا بقى انا سبتها يا جماعه تنشف بجد. اوكي لازم تسيبوا الشمع ينشف حلو قوي عشان ما يتكسرش معانا. وشايفين ازاي انا بدات افصل الشمع عن الكوبايه، سلطت عليها الهوت ارجان بس مش كتير قوي عشان ما تسحش مننا، بدات ان انا ايه ادخل هوا شويه جوه القالب واشدها وازقها من فوق وهكذا لغايه ما هي في الاخر هتطلع. اهم حاجه ان احنا نطلعها بشويش جدا علشان ما نتعفاش عليها، وان هي يكون سمكها كويس عشان ما تتكسرش معانا، وهنفضل نضغط كده من فوق ونحاول نسلكها من تحت لغايه ما هتطلع معاكم بمنتهى السهوله. في فكره كمان ان انتوا تجيبوا طبق وتحطوا فيه ميه سخنه وتحطوا فيه القالب، هتلاقوا برضو ان انتوا قادرين تطلعوا شمع. وهنا بقى طلعت الشمع وكان ايد بنتي كده جت في النص تحاول تشد الشمع معايا. وهنا بقى يا جماعه تقدروا تتخيلوا بقى، عيشوا بخيالكم كسروا الشمع. طبعا انا شمعتي زغنططه لان دي كوبايه صغيره، اللي عايز بقى عامل شمع كبيره تقدروا تكسروا فيها وتعملوا تعملوا طبقات وتحطوا كمان عليها جليتر وتعملوا افكار كتير قوي. بصوا احنا دلوقتي بقى عايزين نحط الفتيل، فانا جبت الفتيل بتاعي اللي هحطه، وهنستخدم الابره نسخن الابره حلو قوي ونبدا نخرم الخرم بتاعنا في النص. اول خرم مش هيمشي معايا فهسخن، هرجع سخن الابره حلو جدا وهدخل الفتيله بتاعتي. وبرضو قبل ما ندخل الفتيلة ندي تاتش كده بالتورش على الشمع علشان خاطر الفتيلة تدخل كده تغرز جواها. انا بعد ما بحطها بحب كمان اعمل لمسة تانية جاية بالتورش عشان الشمع اللي ساح دوت يمسك معايا الفتيل. وده بقى شكلها وخلاص كده احنا واقفين على مرحلة ان احنا نصب الفتيل. بس قبل ما نصب الفتيل تعالوا نديها بقى تاتشات بالذهبي، هو ده ذهبي اكريليك، تقدروا تحطوا ورق ذهب، تقدروا تحطوا اللون اللي انتوا عاوزينه بالطريقة اللي انتوا عاوزينها، دي حاجة ترجع لكم. انا حبيت ان انا احط عليها الذهبي ده، وكمان بعد كده هوزع الذهبي على الشمعة نفسها. يا رب يكون الفيديوهات بتاعت الشمع دي عجباكم، بقالنا فترة فيديوهات ورا بعض شمع، لان انا ملاحظة ان انتوا بتسألوا دايما على الشمع، وكمان انا بحب دايما ان انا اعمل لكم الافكار المترقعة الجديدة الحصري اللي بتبقى موجودة عندنا على القناة. فالصراحة كل ما بلاقي قدامي فكرة بحس ان لا يمكن ما اعملهاش، انا لازم اعملها لكم. فيا رب يكون الفيديوهات دي عجباكم وتقدروا تنفذوا ورايا الشمع ده وتعملوا كمان احلى منه بكتير. يا ريت يا جماعه تشجعوني في الكومنتات لايك وكومنت، ده هيحسسني ان انتوا بجد مستمتعين بالفيديوهات دي وبتستنوها، فاقدر ابحث اكتر واكتر واعمل لكم فيديوهات اكتر. هنا انا سيحت بقى حبه شمع.
هنا بقى انا سيحت حبة شمع كان قوالب علشان خاطر اصبه في النص بتاع الشمع، علشان في الاخر عايزين بقى تحطوا شمع بقى بعطر من غير عطر. انا الصراحة ما حطيتش عطر، لان انا بشوف ان الشمعة المفتوحة كده دي العطر اوريدي هيصير منها ومش هيكون موجود، فخسارة فيها العطر. او وفي الاخر انا بعمل التجربة دي علشان خاطر نجرب مع بعض التكنيك. هثبت الفتيل بتاعي في النص وهسيب الشمع علشان تنشف، ونرجع نشوف شكلها بقى بعد كده في النهاية بقى عامل ازاي. شايفين طلعت حلوة قوي ازاي؟ وبجد احلى حتة عجباني الحتة المكسرة دي. يا رب تكون عجبتكم. متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الفكرة دي، عجبتكم ولا ايه. استنوا مني فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.